نبدا حلقتنا النهارده منقسم الى جزئين، الجزء الاول الاخبار واخبار النادي الاهلي، والجزء الثاني حديث عن منتخب الطايره سيدات ومنتخب الطايره رجال ووضعهم ايه او حظوظهم ايه عشان يقدروا يسافروا الى الدوره الاولمبيه. هنبدا اخبارنا، واول اخبارنا النهارده عن لوتر بولو وكره الماء. ما شاء الله الاهلي في نصف النهائي بيقابل الزمالك ليومين متتاليين ورا بعض ويكسبوا بنتيجتين مختلفتين. اول نتيجه كسب الاهلي يوم الاثنين اللي فات، كسب 11-3، وامبارح كسب 6-4، ودي مباراه في نصف النهائي. اليوم الجمعه اللي جاي ان شاء الله هيلعب مع الكسبان من نادي الجزيره وهليوبلس. الماتش ده بيتلعب النهارده، دلوقتي هيتحدد على ضوءه الاهلي هيلاعب مين باذن الله في نهائي كاس مصر. البطوله بتقام بنظام الثلاث مباريات، اللي بيكسب مباراتين بيخلص ويخش ويعني بيكسب البطوله، وان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي. اكيد بعد هذا المكسب او هذا المكاسب الجميله لكره الماء يكون معانا على التليفون كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي. كابتن وائل مساء الخير. كابتن خالد مساء الخير، ومساء الخير على جمهور النادي الاهلي وعلى اعضاء ومشجعين، وسنة سعيدة عليكم وعلى القناة وعلى النادي الاهلي كله ان شاء الله. سنة سعيدة علينا كلنا، وبدايتها حاجة موفقة لفريق كرة الماء، وقدروا يكسبوا نادي الزمالك مباراتين ورا بعض بنتيجة 11-3 و6-4، والتألق واضح للفريق الاهلاوي و رجال النادي الاهلي في الووتر بولو. الحمد لله، طبعا كانت ماتشات قويه. مع العلم انت عارف حضرتك احنا من السنه اللي فاتت احنا عندنا 10 لعيبه، والحمد لله السنه دي تم دفع باللعيبه ناشئين، وفي لعيبه كبار، في لعيبه على اعلى يعني على اعلى مستوى من المسؤوليه. انت عارف النادي الاهلي ما بيقفش على حد، وان شاء الله بمشيئه الله النهارده زي ما حضرتك قلت هيقرر هنلعب الجزيره او هليوبلس، لان الجزيره كسب مصر وهليوبلس كسب مصر. النهارده الماتش اللي فاصل بينهم، وال يعني الحاجه الطريفه ان الماتش الفاصل بينهم على ملعب النادي الاهلي. فان شاء الله بمشيئه الله النهارده بالليل بعد الساعه 9:30 هنبقى عارفين هنلعب مين يوم الجمعه ان شاء الله بمشيئه الله. باذن الله كله ان شاء الله بمشيئه الله نوعد الناس ان احنا نعمل نتيجه كويسه ونكسب الكاس ان شاء الله بمشيئة. يا رب يا كابتن وائل باذن الله نتمنى لكم التوفيق. لكن عايز اسالك سؤال بصراحه، الفرق بين الماتش الاولاني والماتش الثاني؟ الماتش الاولاني الفارق واضح جدا 11-3، والمباراه الثانيه مع نادي الزمالك 6-4 الفارق قريب جدا. هو الصراحه الماتش الاولاني كان فيه تركيز عالي جدا، والناس كانت عايزه تخلص في الاول ماتش. الماتش الثاني تعرف حضرتك بيبقى حاسين ان هم خلاص الماتش الثاني ماشي كويس، كان فيه يعني مش عايز اقول مش عدم تركيز، بس الطمأنينه بالمكسب الزياده بتخلي الموضوع ما يبقاش المكسب بيروح زي ما احنا عايزين. بس احنا ان شاء الله بمشيئه الله شفنا النقطه دي، وعلى الماتش الجاي يوم الجمعه ان شاء الله هيعمله. هو انت عارف الماتش النهائي ماتش واحد بس، هيخش دخله جامده، وان شاء الله ربنا ينصرنا ان شاء الله ونعمل نتيجه كويسه ونفرح جمهور واعضاء ومشجعين النادي الاهلي ان شاء الله. كابتن وائل، من وجهه نظرك المباراه اللي جايه، انت كابتن وائل عزت عايز تقابل الجزيره ولا هليوبلس؟ بصراحه شديده انا عايز اقابل هليوبلس. هو الاقوى ولا هو الاقل؟ لا هو بص هم الاثنين على الاثنين بالظبط زي بعض. احنا يعني انت عارف الجزيره بيننا وبينهم يعني في حاجه كده، بس انا اتمنى الاثنين بالنسبه لي واحد، بس انا اتمنى اقابل هليوبلس. طيب طمني بقى على الفريق، وهل في اصابات غيابات عن المباراه اللي جايه ولا الحمد لله مكتملين الصفوف؟ هو الحمد لله يعني الاصابات كان في اصابه يعني كان في الماتش اللي فات في 3-2-1 مصاب بدراعه، واثنين عندهم برد شديد، ويمكن ده برضه من الحاجات اللي اثرت في الماتش الثاني بتاع الزمالك. ان شاء الله كله مشيئه الله، تحليل معسكر ان شاء الله بكره مشيئه الله، ال 16 لعيب الجهاز الفني والاداري، وان شاء الله بمشيئه الله يبقوا مركزين رايحين يوم الجمعه وجاهزين للماتش ان شاء الله. باذن الله يا كابتن وائل، ان شاء الله امنياتنا الطيبه ليكوا باذن الله بمكسب، وباذن الله كده نبارك لك بعد المباراه، وكل يعني كده الرجاله تشد حيلها، وبطوله مهمه للاهلي باذن الله على ايد رجاله كره الميه. واحنا بنشكرك على متابعتك، لسه كنت عامل حلقه جميله في الغط، وبشكر الناس بتوع الغط من اول كابتن طارق الصغير بطارق نبيل جمعه بالمدربين الجهاز الفني والاداري واللاعبين واولياء الامور،
وكان عندنا الباليه عمل الحمد لله 8 و10 سنين كسبناهم في بطوله القاهره قبل السنه الجديده. الحمد لله ربنا موفق ان شاء الله ومشيئه الله نوعد الناس كلها ان احنا نعمل نتيجه كويسه زي ما الحمد لله ربنا بيكرمنا على طول فيها ان شاء الله. يعني انا بس انا كنت هطول معاك بس الموضوع انا عارف انت عايز حلقات كثيره جدا عشان نتكلم على جهاز العاب الماء، ما شاء الله انجازات كثيره، بس انت على ذكرك الغطس والباليه المائي السباحه ما شاء الله عليها محققه دوري ومحققه بطولات ومحققه انجازات كثيره جدا في العصر ده، يعني بنبارك لك عليها وبنبارك لكل الجهاز اللي معاك وكل المدربين والفنيين المعاونين للكابتن وائل عزت. والله انا بشكر الناس كلها ومش عايز انسى حد، الناس تعبانه كابتن خالد وربنا يقدرنا ونبقى عند حسن ظن الجمهور ومشجعين واعضاء النادي الاهلي، ونشكر مجلس الاداره وبشكر كابتن رؤوف عبد القادر، يعني الناس كلها لا تتوانى عن اي جهد احنا بنطلبه منها او اي طلب هم بنطلبه منهم، الناس كلها زي ما بيقولوا كده ايديهم في ظهرنا، بشكرهم جدا جدا جدا، وبشكرك انت بقى على المستوى الشخصي لان انت من الناس المقربين جدا الى قلبي يعني. ربنا يكرمك يا كابتن وائل، ميرسي جدا وربنا يكرمكم، وان شاء الله باذن الله مزيدا من انجازات وبطولات في دولاب النادي الاهلي باذن الله. شكرا كابتن وائل عزت، شكرا.